وينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف الصحفي محمد عبد العزيز. محمد أهلا بك، يعني نطلع منك على آخر التطورات الميدانية خاصة في ظل استمرار سماع عدوي انفجارات وأيضا اشتباكات، تفضل. نعم، عرض الله نهاركم بكل خير. حتى قبل 10 دقائق من الآن كانت هناك عدوية الغرص في أنحاء من مدينة بحري كان يصل الله إلى مدينة أم درمان. الطائرات ما تزال تحلق في سماء أم درمان وتجي في مناطق أخرى من بحري. كما أشار الخبر هناك اشتباكات في محيط أم درمان، في محيط الإذاعة والتلفزيون. شهود عيان أشاروا إلى أنه الاشتباكات لم تقتصر على الغرص الجوي فقط، بل أنه هناك في محيط الإذاعة والتلفزيون مناوشات بين قوات الدعم السريع التي تتحصن في موقع الاذاعه والتلفزيون. ايضا الاشتباكات تبدو اكثر ضراوه في منطقه بحري، بالتحديد في معسكر قوات الدعم السريع في منطقه كافوري، وايضا في مناطق الاحياء الجنوبيه من بحري اللي يصلها على النيل، اللي هي في احياء حل محمد وحل الخضري التي تصلها الى القصر الرئاسي، وهي مناطق استراتيجية ومهمة وحيوية لتأمين الغرب أو محاولة استهدافه. النقطة الأخرى أيضا هي مناطق من واضح أن العمليات الغرب الجوية تقصر هذه المناطق فقط، بل امتدت حتى لمناطق في شمال البحر في مناطق شمبات والحلفاية، واللي هي من حي الحلفاية بالتحديد هو الذي يعني يضم جسر حيوي واستراتيجي يربط بين خرطوم بحري ومدينة أم درمان، ويؤدي إلى منطقة كرن العسكرية في شمال أم درمان والتي مدح الجيش السيطرة عليها بشكل كامل خلال اليومين الأولين من الصراع. شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحفي محمد عبد العزيز، شكرا جزيلا.